ما فيه من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نعم، الأولى من المسائل ومن فقه الباب أن فيها إبطال الشرك، إبطال الشرك بدعاء الصالحين أيا كانوا، سواء كانوا من الملائكة أو من الأنبياء أو من سائر البشر الذين يتعلق عليهم المشركون قديما وحديثا، يطلبون منهم الحوائج، ينذرون لهم، يذبحون لهم، يدعونهم ويستغيثون بهم فيما لا يقدرون عليه، هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. وهذه الآية تبطله. إذا كان الملائكة يخافون الله عز وجل هذا الخوف ويخضعون لكلامه ويسجدون له تعظيما له ويجلونه ويعظمونه ويأخذهم الرعدة من خوفه إذا تكلم سبحانه بالوحي، إذا كان هذا في الملائكة الكرام البررة الأشداء، فكيف بغيرهم؟ فهم مع كونهم أقوياء وأشداء ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه، وهم ضعفاء إلى الله، يفتقرون إلى الله، يخافونه، فكيف بمن دونهم من البشر يعبدون من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ويطاف بقبورهم ويصرف لهم من أنواع العبادة ما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى؟ هذا من أعظم الضلال وأعجب العجاب، أن العقول تذهب مع الخرافات، تذهب مع دعاة الضلال، فلا تحجز أهلها عن هذه الخزعبلات، ويعرضون عن الحق، يعرضون عن القرآن وعن السنة وعن كلام المصلحين والدعاة إلى الله عز وجل، ويأخذون أقوال الخرافيين والدجالين والكذابين والسحرة والكهان. نعم.